ازيكم عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ الفيديو النهارده حرفيا ممكن يغير حياتك 180 درجه لو مشيتي معايا على كل حاجه هقولها فيه، فبليز كيب واتشنج. طيب النهارده هتكلم عن 10 عادات ممكن يغيروا حياه اي بنت او اي شخص عامه، بس انا بتكلم عن البنات. بتكلم بسرعه عشان الكاميرا هتفصل شحن وعايزه الحق اصور. ايه هي العادات دي؟ اول حاجه بالنسبه لي واللي مهمه جدا هي الميه، خصوصا ان احنا في الشتاء. اشربي ميه كتير علشان بشرتك وعشان جسمك وعشان حاجات كتير جدا. في قبل كده مره قعدت يومين كنت بنام كتير وما بشربش ميه، انا كان وشي ناشف ومتبهدل وبيطلع حبوب وحاجات كتير. عشان كده اول عاده معايا واللي مهمه جدا اشربي ميه. طيب تاني عادة هو تظبيط النوم. تظبيط نومك ده هو اساس اي حاجة، اساس ان يومك هيمشي صح او روتينك هيمشي صح، شغلك دراستك اي حاجة هي اساسها النوم. لو نمتي من 6 ل 8 ساعات كويسين اعرفي ان انت كده ايامك كلها هتبقى حلوة. تالت حاجة مهمة جدا انك تعملي رياضة. طبعا يفضل انك تعملي رياضة برا البيت. انا قررت ان انا اختار ان انا اركب خيل وان شاء الله هروح اقدم عليه، او امشي كل يوم لمدة من نص ساعة لساعة براحتك على حسب ما تقدري. مش لازم جيم ومش في البيت، ممكن تمشي احسن حاجة في الشارع في الهواء، لان ده بيكون مفيد اكتر للطاقة ولنفسيتك انك تشمي ريحة الهواء وتبقي في مكان مفتوح. بعد كده اللي ممكن تغير حياتك هي انك تسيبي الموبايل قبل نومك على الاقل بساعة. فعلا ممكن ابقى ميتة نوم واقعد اتشاتنج وادخل على الفيسبوك وعلى الانستجرام واتسحل في فيديوهات الاقيني قاعدة للساعة 7 الصبح. مش بس كده، فعلا لما بنام بحس ان دماغي فيها شحنات كتيرة وبكون مصدعة. عشان كده جربوا لمدة اسبوع انكم تسيبوا الموبايل قبل ما تنامي لمدة ساعة، وانك تسترخي خالص حتى لو مش هتنامي، بس تكوني محددة ميعاد لسيبان الموبايل. انا هنام 12 يبقى هسيب الموبايل على الاقل اخري 11، ده لو ما كانش 10 افضل. بنهملها وانا اهملتها الفتره الجايه وهي القرايه. على الاقل قبل ما تنامي شوفي كتاب مفيد. بحب اكتر الكتب اللي فيها تحفيز او كده، يعني انا مش بحب الروايات قوي، بس لو كتاب فيه تحفيز، كتاب عن النجاح، كتاب عن اي حاجه يعني فيها بوزيتيف انرجي اقريها قبل ما تنامي. ممكن تقري صفحتين او ثلاثه على الاقل، بس ما تخليش يومك يعدي من غير ما تقري. العاده اللي بعد كده اتعلمي لغه. كل واحدة عندها شغف بلغة. انا مثلا مجنونة بالتركي، فقررت ان انا الفترة الجاية ان شاء الله هتعلم تركي. ممكن كمان ابراكتس اكتر في الانجليش. انت كمان ترجتي لغة وابدعي ان انت اتعلميها، لانها تفرق معاكي في حياتك كتير. مش لازم تكوني هتشتغلي بيها، بس كفاية ان انت ترضي حاجة انت بتحبيها. حاجة كمان مهمة جدا انك قبل ما تنامي، طبعا انت لازم تكوني بتعملي بلان اصلا للاسبوع قبل ما تنامي. لازم تبلاني تاني يوم عندك ايه بالورقة والقلم، بلاش تبقى في دماغك. اكتبي قبل ما تنامي تاني يوم عندك ايه بالمواعيد عشان تعرفي انت بتنجزي ايه ومبتنجزيش ايه. حتى روتينك، العادات اللي احنا اتفقنا عليها، ممكن كل يوم بالليل تكتبيها انك هتعمليها تاني يوم. عادة كمان الاكل الاكل الاكل. زي ما قلت ان النوم هو مهم، كمان الاكل مهم جدا. الاكل هيخليكي نشيطة وحيوية، هيخليكي تقيلة جدا، كمان صحتك ومعدتك وكل حاجة هتتعب. الفترة اللي كنت باكل فيها اكل صحي ومسلوق ومشوي كانت بشرتي كويسة وكان جسمي كويس جدا وكنت دايما خفيفة. ده احسن اكل، ما كنتش باكل اي اكل من بره البيت. حاولوا ان انتوا تاكلوا حاجات مفيدة تديكي باور وفي نفس الوقت ما تكونش تقيلة وفيها زيوت ودهون وحاجات كتيرة. كمان اهتمي ببشرتك، لازم بالليل يكون ليكي روتين لبشرتك. انا مش بعمل الصبح اكتر ان انا بغسلها، بس بالليل لازم تشيلي الميك اب، يكون فيكي مزيل ميك اب كويس، تكوني بتحطي ماسك، او على الاقل يكون في مرطب، يعني يكون في روتين لبشرتك. بس على الاقل نفسيا تحسي انك بتهتمي بنفسك، فدي هتكون حاجه حلوه جدا. المديتيشن ثم المديتيشن ثم المديتيشن، على الاقل من مرتين لثلاثه. وقبل كده قلت المديتيشن بيحصل ازاي او طريقته ازاي. حتى انت ممكن تعملي سيرش على اليوتيوب، في مليون الف طريقه للمديتيشن. المديتيشن هو التامل، انك تهدي خالص وتشيلي الافكار السلبيه وتبدليها بافكار ايجابيه. في ناس بتتامل بالكتابه، يعني انا ساعات بقعد اكتب كل الافكار السلبيه بلاقيني في اخر الكتابه افكاري بتتحول لافكار ايجابيه.
هدي الاوضه، هدي الانوار، افتحي شمع ريحته حلوه. المهم انك تعملي مود هادي جدا مع ميوزك هاديه او قران او اي حاجه بتهدي نفسك. شوفي انت حابه ايه وميديتيت بقى، يعني ابعدي بقى عن كل الافكار وهدي نفسك. دول 10 عادات، العشر عادات دول هعمل بيهم تشالنج. التشالنج دي انا وانتو هنشجع بعض عليها لمده على الاقل اسبوع، وهتكون دي البدايه، واللي انا هكون متابعاها واللي هي متابعه معايا اول باول هيكون ليها مفاجاه حلوه جدا. ازاي هنتابع مع بعض في التشالنج دي؟ عملت هاشتاج اسمه هابتس ويز ديرا، اهم حاجه تكتبوه صح زي ما هو ظاهر لكم على الشاشه وزي ما انا هكتبه فوق. الهاشتاج ده هيكون على الانستجرام. كل يوم لما تعملي اي حاجة من العادات دي حاولي تصوري صورة تدل انك عملتي من العادات دي حاجة، واكتبي الهاشتاج، وانا هبقى بتابع اشوف مين البنات الشاطرة اللي بدأت معايا واللي ناوية تغير حياتها وتعمل عادات جديدة وصحية. هستنى اشوف كل اللي انتوا هتعملوه على الهاشتاج. كل اللي عليكي تعملي على انستجرام بوست او ستوري او وات ايفر انت حابة ايه، بس ما تنسيش الهاشتاج. وكل يوم بالليل هتابعكم وهبقى منزل عندي في الستوري عشان نحمس بعض. دايما بنشجع بعض على الحاجات، يمكن ميك اب يمكن ماسكات، بس انا حابه اكتر نشجع بعض على عادات لان احنا محتاجين نغير حياتنا ونغير نفسيتنا. فما تكسلوش وهستنى اشوف الهاشتاج بتاعكم، ويا رب الفيديو والتشالنج دي تكون عجبتكم. وباي باي.